السلام عليكم. وقف والي ولاية باسنة على المشروع نتاع طارق السيار اللي ربط مدينة باسنة بمدينة الشلغم العيد، واللي الشلغم العيد تقع في ولاية ميلا. إذا وكذلك يربط مدينة باسنة بطارق السيار شلغرب. إذا هذا المشروع اللي راه قيد الأشغال وفيه الآن تقريبا الانتهاء من الشطر الأول بطول 22 كيلومتر، إذن فيه عملية لإحياء هذا المشروع اللي أعرف تأخر كبير منذ الانطلاق نتاعه. إذن إن شاء الله يكون فيها خير. وكذلك للعلم أنه هذا المشروع يدخل في إطار التصور العام، وهو ربط المدن، كل المدن نتاع الشمال ربطها بطريق سيار الشرغرب، وكذلك لما لا ربط كل المدن تاع الجنوب بطريق سيار شمال جنوب، وكذلك ربط المدن فيما بينها. إذا كل هذا تصور عام اللي رانا نمشيو فيه. على كل حال نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول الزيارة إذا تاع والي ولاية باسنة إلى موقع المشروع نتاع طريق سيار الرابط بين مدينة باسنة ومدينة شلغم العيد. نترككم تتابعون، هو السلام عليكم. ديروا لنا كي تولوا تدوا 100 ديروا لنا 5 كيلو في النهار نكملوها في الدين. لا ان شاء الله نكملوها في الدين. كمل الدين والله. احنا كنا متمنين فيك. شوف كان طرافاي يعني، كنا مليون فيك فيه ما شاء الله يعني، ما عندنا ما نقولوا فيه. غير كونسيدير سيتي لونتربريز زي بعض ريفيرونس. احنا ما دابينا غير يعني كما نقولوا تونتيسيبي ولينا باش لونسي هذيك لوتوريزاسيون هذي ولاسيستونس تاع لادمينستراسيون تو سا يعني على الجيت وعلى البيتيم وصالي با كيلكي شوز دو مير. انا نوعدوك العراقيل والمشاكل اللي عندكم من هنا حاضر خلاص. لا هادو العراقيل نحيناهم اليوم، كانوا عالقين من 2017 مشروع هذا وقت انطلق 2014 وعاود توقف بسبب العراقيل، وما نحاوش هذيك النزعه الملكيه، وما نحاوش لي كاكو ليكتريسيتي ولي كونتانت والمشاكل. اليوم احنا نحينا كاع المشاكل، كيبقاو غير في هذو الرخص باش تدوا انتم الماده الاوليه باش تقدروا تخدموا اليس، حنا نوفرهم ابتداء من غدوه ان شاء الله. يكون عندكم واش راكم باغيين، لي كونتيتي اللي راكم باغيين، حمروا لنا وجهنا، كملوا لنا هذا الطريق. راهو داخل في لابروشان فيزيت سيدي مالي، التعليمات تاع السيد رئيس الجمهوريه هذا باش باتنا تنربط بشرق غرب وتولي عندها 20 دقيقه اراك في شلغوم العيد، تقدر تدي شرق غرب ويفتح افاق حتى الناس اللي يجوا من خنشله، من بواقيم، من بسكره، من الشرق، من الجنوب الى اخره. دونك ما دابينا ان شفنا الاخر وموديفيو لينا البلانين. احنا وسعيد دونك مدير المشروع. دونك الاشغال ان شاء الله ديمارات كما راكم تشوفوا لي زوروبيا راهم كونسي. دونك بقاو لنا دو زوج عراقيل هذو من مسيو لو والي نوزا برومي بلي ابارتيم غدوه يتنحاو ان شاء الله. دونك فا ماتر كاع لي موايا نيسيسير ان شاء الله باش في بور افوار لوتوريزاسيون باش يكون عندنا لوتوريزاسيون تاع لو جي دونك راه لي طابو تاع لي رونبلي وباش يكون عندنا لابروفيجونمون بيتيوم. بيتيوم هذا سي لا ماتيير بريمير تاعنا باش نخدمو لي زوروبي. دونك باش يكون عندنا مينيموم دو 100 طون بار جور باش نقدرو نلحقو لي كادونس سويتي باش ان شاء الله نكونو في المواعيد ان شاء الله.